طيب يا شباب، اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في الديكشنري. مفهوم الديكشنري برضو مرتبط بموضوع الكوليكشنز، تمام؟ الكوليكشن اللي احنا شرحناه في الليست، انه انا عندي اكثر من قيمه بقدر اخزنها في متغير واحد زي الليست، تمام؟ فانت عندك مجموعه ارقام بتقدر انه انت تخزنها في المتغير الواحد الاكس، هذا انت بدك الاثنين والاربعه، تمام؟ في الوضع هذا البريمتيف داتا تايبس او الفاريبلز العاديه، لو انت حطيت اثنين بعديها الاربعه لما تطبع الاكس تعطي لك اخر قيمه. فاحنا بدنا كوليكشن، تجميعه بقدر اخزن فيها مجموعه من القيم في متغير واحد، واخذنا الليست، تمام؟ اليوم بدنا ناخذ كوليكشن جديده اللي هي الديكشنري، بدنا نشوف ايش الفرق بين الليست والديكشنري، تمام؟ يبقى الليست هي عباره عن لينير كوليكشن لمجموعه من القيم، ولازم تكون بالترتيب، لازم تكون بالترتيب. تفرق، تمام؟ ايش معناته انه لازم تكون بالترتيب؟ خلينا نشوف. يعني على سبيل المثال لو قلت لك انا في عندي مجموعه من القيم، هذه متعلقه بطالب واحد، انا حكيت لك انه الواحد بتساوي 1 2017 1 1 2 2، واضح انه هو رقم جامعي، وهذا اسمه للطالب، وهذا القسم تبعه، وهذا المستوى تبعه، مستوى اول، تمام؟ ايش معناته انه لازم تكون بالترتيب؟ لازم تكون عارف انه الاندكس 0 هو للرقم الجامعي، الاندكس 1 للنيم بهذا الشكل. يبقى هنا بدك تكتب ملاحظه انه اندكس 0 هو ستودنت اي دي، واندكس 1 هو الستودنت، واندكس 2 هو ديبارتمنت، وهكذا. طبعا في اشكالية، انا ضلني انا متذكر انه 0 للاندكس، 0 للاي دي، 2 1 للنيم، 2 للديبارتمنت، وهكذا، تمام؟ فهي الشغلة انه احنا ممكن نسويها باستخدام الليست، عفوا الديكشنري. كيف يعني ديكشنري؟ انه كل فاليو بنروح بنعطيها ليبل، بدل ما نتعامل مع الاندسيز 0 1 2 فبنصير نتعامل مع ليبل. كيف؟ لاحظ التعريف، انا عندي ديكشنري عباره عن اقواس فاضيه، اقواس الديكشنري. ايش الفرق بينها وبين اقواس الليست؟ اقواس الليست مربعه مستطيله سكوير براكتس، اما هاي اقواسها زي هيك. لو طبعته طبعا ديكشنري فاضي هذا، تمام؟ فبالتالي نقدر نبدا نضيف فيه باستخدام الليبل، او بمعنى اخر باستخدام الكي. هنا نعمل اد يوزنج الليبل، او بمعنى اخر اللي هو الكي بالضبط.
فبدل ما نقول انه هاي اوف الزيرو، لا حكينا انه خلي بالك هاي القيمه للاي دي. لانه لازم يكون في عندك اختلاف بين الليست والديكشنري. كيف هذه؟ طب ماشي، بس هنا ايش اللي فرق؟ انا عندي انه انا كنت اتعامل مع ديك اوف الزيرو، هذا الكلام انه مش في الليست، مش في الديكشنري. يبقى هنا use index and list ولكن مش في الديكشنري. كيف بدنا نتعامل في الديكشنري؟ بدنا نتعامل مع الوضع الاختلاف. انا عندي بتصير تتعامل معها as a label، بتقول d of the id بدل ما تقول d of the zero، d of the id. يبقى هنا حاجة عندي اسمها key والvalue 1 2000. فبالتالي هنا ايش صار في عندي؟ انه الكي بتساوي اي دي والفاليو هي 1 2017 1122. وهنا نفس الفكرة، بقول له انه ضيف لي عنصر جديد برضو في الكوليكشن الديكشنري، بس ايش الليبل تبعه؟ نيم والفاليو احمد. عنصر ثالث الكي تبعه ديبت والفاليو ام مالتي ميديا. تمام، لما تيجي تطبعه وتطبع لك اياه بهذا الشكل. طبعا الطباعه هنا زي ما انت بتلاحظ انه كي نقطتين فاليو، اي دي كي نقطتين الفاليو 1 2017. عندي فاليو، ايش هاي الفاليو؟ هي عباره عن النيم، نيم كي نقطتين الفاليو وهكذا. يبقى الديكشنري بشكل اساسي انت ايش بتتعامل مع كي وفاليو. طيب شفنا الطريقه الاولى بالتعريف، انه احنا عرفنا ديكشنري فاضي وتمت الاضافه بهذا الشكل. نيجي الان نشوف طريقه ثانيه في التعريف، انه انا لو شفت الحقيبة اللي موجودة عندك، تيشو، يبقى هذا الليبل أو الكي، كلينكس. كم ورقة كلينكس عندك؟ 5. عندك فلوس؟ قديش؟ 0، 5، 10، 15 سنت، 15 درهم، 15 يورو، زي ما بدك. في عندك كاندي، في عندك شوكولاتة، حلوى، حلويات، كانديز. تمام، في عندك 3 حبات، جايب لك حبة. تمام، وجايب طيب بوكس زيرو، جايب معك ولا كتاب. تمام، لاحظ انه كي نقطتين فاليو كوما، كي نقطتين فاليو، طريقة التعريف بهذا الأسلوب. لابتوب أكيد جايب معاك لابتوب واحد بهذا الشكل، لما تيجي تطبعه بطبع لك إياه بهذا الشكل. تخيل إنه أنت بدك تيجي تتعامل مع محتويات الحقيبة تبعتك بهذا الأسلوب، إنه أنت عندك 5، زيرو، يبقى عندي 5 ورقات كلينكس، 15 عندي 15 يورو. تمام، 3 عندي 3 شوكولاتات، 0 ولا كتاب. فبالتالي انت بدك تضطر تحفظ انه 0 لكذا، 1 لكذا. تمام، فبالتالي الامر صعب انت عندك في الليست، لكن في الديكشنري صار انت عندك اسوسيشن بين الكي والفاليو. عشان هيك الليست الديكشنري عفوا موجود في عده لغات برمجه، وهو بالمناسبه واحده من اكثر الداتا ستراكشر المفيده والاكثر استخداما عندنا في البرمجه.
بدك تبرمج مواقع، بدك تبرمج اي شغله في تحليل البيانات، انه اسهل شغله انه انت تيجي تتعامل معها بدل تتعامل مع 0 و1 و2 تتعامل مع كيز، انه انت تتعامل مع ديكشنري. حيمر عليك في لغه البي اتش بي حيكون اسمه اسوشيتيف اري، زي ما احنا عملنا زي ما احنا حكينا قبل شويه انه احنا عملنا اسوسيشن بين الفاليو 5 اسوسيشن بين الفاليو 5 وانه الليبل تبعها تيشو بهذا الشكل كلينكس. وبالجافا اسمه بروبرتي او ماب، وبسي شارب او الدوت نت بيكون برضه بروبرتي باك، فبتلاقي انه موجود هو في كل اللغات ومفيد جدا. تمام، يبقى احنا بالملخص لو اجينا قارنا الفرق بين الليست والديكشنري، بتلاقي انه انت عندك الليست انت بتتعامل مع الكيز عباره عن اندكس 0 1 2 وهكذا، فبالتالي انت عندك الاندكس 0 الفاليو تبعته 21 و الاندكس 1 الفاليو تبعته 183، بينما الديكشنري صرت تتعامل مع الكوليكشن تبعتك صرت تعطي الكي ليبل بدل ما هو يكون عبارة عن اندكس ارقام 0 1 و 2، فبالتالي هنا الكي عندك هنا الكورس 1 8 2 والايج 21 بهذا الشكل. تعامل ايش اقرب بالنسبة لنا انه لتفسيرها من الليست، لانه الليست انت بتتعامل مع ارقام وصعب انه انت تضلك متذكر بالضبط. تمام، هو فعليا اوبجكت، الديكشنري هو فعليا اوبجكت. طيب نرجع الان هنا، لو ربنا فتحها عليك وصار معك الفلوس الضعف، فممكن نحكي باج محتويات الحقيبة تبعتك اوف الماني بتساوي 30. شو راح يصير؟ راح يصير ابديت للفاليو، زي ما احنا كنا فاكرين لما في الليست استبدلنا جلين، جلين كان عامل معنا مشاكل واستبدلناه في مين؟ في احمد. قلنا فريندز اوف الواحد بتساوي احمد، فاستبدلنا القيمة القديمة وصار في عندي قيمة جديدة، وهنا نفس الفكرة. يبقى انت عندك الفاليو القديمة 15 صارت 30، لو انت رجعت طبعته مرة تانية صار في عندك 30 يورو. تمام؟ تصير تفكر ايش بدك تسوي فيه. طيب لو قلت شغلة مش موجودة عندك في الباك بضيف ايش؟ ايه؟ مش سامع. لا لا لا، انا بوضح لك لسه عمالي بشرح ايش هو الديكشنري، ما طلبتش اسئله لسه. تمام، مستوعب لغايه الان؟ مفهوم؟ تمام. هنا زي ما اتفقنا انه شغله موجوده اوريدي وانت عدلت الفاليو تبعتها فبتتعدل عليها زي ما ذكرنا، شغله مش موجوده تمام صار معاك انت جوال واحد في الحقيبه، حطيت جوال واحد. تمام؟ طيب لو قلنا انه الباك اوف الكاندي بلس ايكوال تو، بشوف القيمة القديمة قديش. تمام؟ انت اوريدي كان معاك ثلاثة. تمام؟ رحت ضفت عليهم اثنين فبالتالي صار ابديت لها صارت خمسة. تمام؟ لو انا طلبت منك انه تطبع لي كم ورقة كلينكس معك؟ خمسة. برينت باك تيشو خمسة. طب قلم كم قلم معك؟ قلم حبر؟ مش موجود. ايش نوع الايرور؟ الكي هذا مش موجود، البن مش موجود. تمام؟ فبصير الحل انه احنا نتعامل معاه من خلال اف ستيتمنت. فبتصير تقول انه if الكي in dictionary برنت
الفاليو تبعته. يبقى هذا عبارة عن كي وهذا عبارة عن ايش؟ الفاليو تبعت الكي. اذا كان موجود اطبع لي القيمة تبعته، هيك ما بعطيكاش الايرور اللي هو الكي ايرور انه البين مش موجود. فبالتالي هنا الناتج تبع جملة 13 ولا حاجة. فبالتالي هنا انت ممكن تفحص انه هل البين موجود في الباك؟ فولس. طب الكاندي، في عندك كاندي؟ موجود. بسألكش انا قديش عندك كاندي، بسألك هل موجود؟ اه موجود، ما سألتكش قديش. طب بدنا كم كاندي عندك؟ باك اوف الكاندي. واضح؟ يبقى هنا انت بتفحص كي ان ديكشنري، وهنا the value of the key. تمام؟ تمام. يبقى ذكرنا انه البين مش موجود، فممكن انا افحصه بالكيفيه هذه. فبالتالي ما دام انه فورس مش راح يطبع لي اياه، فبالتالي هنا ممكن افحصه بجمله انه هل الكي موجود في الديكشنري، هل الكاندي موجوده؟ اه موجوده. طيب قديش الفاليو تبعتها؟ 5. تمام. طيب هكذا عشان نحل مشكلة البين انه هو مش موجود، ممكن نستدعي دالة اسمها get موجودة في الديكشنري. يبقى هنا بنقول back.get يبقى الكي هذا لو كان موجود ايش بترجع لك؟ الفاليو تبعته، كم قلم معك؟ لاحظ الاوتبوت تبعها ولا حاجه. وعشان تعرف انه ولا حاجه بدي احط لك اياها في جمله برنت. نون نثينج. تمام؟ فبالتالي دالة الجيت ايش بتسهل عليا؟ بدل ما يعطيني كي ايرور زي ما احنا شفنا هنا بهذا الشكل، ممكن ايش استخدم بدالها؟ الجيت. احنا ذكرنا انه انت هذا ممكن تتخطاه بجملة اف، بس برضو انت في جملة اف انه انت طويلة شوية، فبالتالي الاسهل معاك انه انت تستخدم الجيت. طيب لاحظ الجيت هنا لو قلت له الباك دوت اوف عفوا احنا بنستدعي الجيت للبن واعطيته زيرو، شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه هي هنا باي ديفولت الجيت بتروح بترجع لك نون باي ديفولت اذا انت ما اعطيتهاش ولا باراميتر. اذا انت اعطيتها باراميتر معنى ذلك انه ايش راح تسوي؟ راح ترجع هذا الباراميتر. كيف يعني؟ يعني اذا كان البن موجود انا عندي في الباج رجع لي الفاليو تبعته، مش موجود رجع لي زيرو. لا بالضبط. فبالتالي انت ممكن تعتبر انه الكاونت تبعه معيش ولا قلم، الكاونت تبعه زيرو. تمام؟ وممكن انت ايش تسوي كمان؟ كيف؟
بدي أعطي لك باراميتر تاني غير الزيرو. Not found. إذا كان عندك قلم رجع لي الفاليو تبعه، مش موجود رجع لي not found. طيب هذه not found بدنا نجرب، ايش بدك؟ زي ايش؟ زي الكاندي؟ موجودة بترجع الفاليو تبعتها 5 بالضبط، حتى لو حطيت not found. نعم، فبالتالي شايف دالة الجيت كيف بتسهل عليك. واضح؟ في حدا عنده سؤال؟ واضح يا أستاذ؟ طيب بدي اياك تتخيل انه انت في عندنا مجموعة من الأسماء، تمام؟ وبدنا نعد تكرار هدول الأسماء. فايش أول إشي بخطر على بالك؟ إنه إحنا ممكن نستخدم ديكشنري. إيش راح يكون الكي؟ الاسم. والفاليو؟ تكرار تبعه. يعني كم واحد اسمه محمد؟ ارفع إيدك. ولا واحد؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أكيد لازم يكون في محمد بالأكثر الأسماء شيوعا. أحمد، واحد، زي هيك. فبالتالي الكي هو الاسم محمد والفاليو التكرار تبعها ثلاثة، أحمد مقابلها واحد. مين؟ محمد ثلاثة حكيناها في الأول. ممدوح زيرو، من غير ما تطلع، تمام؟ فبالتالي أول ما بخطر في بالك إنه أنت ممكن تسوي شغلة زي هيك باستخدام ديكشنري. فعندي هنا لستة من الأسماء زي هيك، عندي أحمد، محمد، علي، حسن، خالد، ورجع مرة تانية عندي أحمد ومحمد، وبدنا نشوف التكرار تبع كل واحد فيه، تمام؟ ايش بنسوي؟ اول حاجة بنعرف ديكشنري. هاي طريقة تانية لتعريف الديكشنري. شفنا في الطريقة الاولى انه انت ايش ممكن تسوي؟ اقواس فاضية. هنا انت ممكن ايش تستدعي زي الليست بين قوسين، هنا دكت بين قوسين، تمام؟ بعديها بدنا نروح نلف على الاسماء كلها. ايش بدنا نسوي في الاسماء؟ اذا الاسم هذا موجود في الدكشنري بدنا نزوده واحد، يبقى النيم كاونت، تمام؟ طب خلينا هذا نعيد تسميته لنيم دكت أحسن. إذا كان موجود في النيم دكت زود لي الاسم هذا الكاونت تبعه بواحد، إلس بنضيفه، وإيش بكون الكاونت تبعه؟ واحد. بروح لي على الاسم اللي بعده، موجود زود عليه واحد، مش موجود ضيفه. فبالتالي في الأخير بطلع لي ديكشنري بكل الأسماء والتكرارات تبعتهم. خلينا نشوف الاوتبوت هنا. لأنه هذه بدي أشغلها بالأول، تمام؟ بعديها شغل هذه. فهي طلع أحمد 2، محمد 2، علي 1، حسن 1، خالد 1. وأنت ممكن بشكل مباشر تسأل قديش التكرار تبع أحمد؟ 2. خالد
فبالتالي الافضل انه ايش نستخدم؟ عفوا هي انتكت. تمام تمام. واحد محمود. كي ايرور. ساعتها استخدم الجيت احسن. ممكن نحط الكاونت تبعه زيرو افضل لانه هذه كاونت، لانه مش مفهوم انه حقيبه انه فاوند او نوت فاوند. فبالتالي انه محمود فيش عندنا ولا حدا في الشعبه. ممكن كذلك انه انت تحط زي ما انه محمود مش فاوند نوت فاوند في الشعبه احنا يعني. تمام. طبعا هذا الكلام زي ما ذكرنا انه انت ممكن انه تستخدم الـ if statement، ولكن بالـ get عندي افضل. تمام. وهنا not found. طيب يبقى هنا في الاف في 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 هاي اللي هي حساب تكرار الاسماء، احنا حكينا اذا الاسم موجود زود عليه واحد، مش موجود ضيفه وحط الكاونت تبعه واحد. ممكن باستخدام الجيت انه احنا نبسط الموضوع. هي هذا بدنا نعيده. تمام. باستخدام الجيت. فهنا ايش بده يصير؟ بدون جملة اف على الاطلاق بده يصير name text of name. ايش بيساوي؟ بدنا نجيب القيمة صح؟ name dict.get name، واذا مش موجود زيرو، وهذا الكلام بتزود عليه واحد. لا لانه هذا عباره عن iteration variable for name and names، والnames هذه عباره عن list. تمام واضحه هذه؟ ركز معي كمان مرة، احنا ايش بنسوي؟ النيم دكت اوف النيم ايش بدها تساوي؟ جيب لي القيمة القديمة. كان موجود بروح برجع الفاليو تبعتها، يعني مثلا كان 2 رجع برجع 2 بزود عليها 1 بتصير 3. كان مش موجود برجع 0 وبنزود عليها 1 فبتصير 1. فبالتالي بصير انه الاسم الجديد هذا كانه تم اضافته والكاونت تبعه بواحد. تمام؟ شوف النتيجة نفس النتيجة بالضبط. احمد 2، محمد 2، علي 1، حسن 1، خالد 1. تمام؟ واضح يا شباب؟ في اي سؤال لغاية الآن؟ إذا في عندك سؤال اسأله.